أهلا بحضراتكم في هذه التغطية. أمطار متفاوتة الشدة صاحبها رعد وبرق شهدتها العديد من المناطق في أنحاء الجمهورية مع انخفاض في درجات الحرارة، أيضا مع توقعات لهيئة الأرصاد الجوية باستمرار سقوط الأمطار على عدة مناطق وانخفاض في درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف في أول الليل، مائل البرودة في آخره على الأنحاء كافة. أيضا لمزيد من التفاصيل حول حالة الطقس وسقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة معنا هاتفيا دكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. دكتور منار، تحياتي لحضرتك، صباح الخير. صباح الخير على حضرتك أستاذة سارة، وصباح الخير على كل السادة متابعي التلفزيونية المتابعة. شكرا جزيلا. دكتور منار، ناس كتير بتسأل عن الأمطار، هل ستستمر في السقوط خلال الأيام القادمة؟ أيضا الساعات المقبلة تحديدا. خلينا نبدأ إن احنا نطمن السادة المواطنين إن اليوم حدث وكميات الأمطار أقل بكتير من اللي شاهدناها بالأمس. احنا بالفعل بالأمس شاهدنا سقوط أمطار كانت أمطار رعدية ومتوسطة، ويعني على أغلب المناطق اللي موجودة في الجمهورية استمرت على مدار اليوم، يمكن كمان امتدت في ساعات الليل، فكانت كميات الأمطار بشكل كبير، واستمرار كميات الأمطار أدت لتجميع بعض المياه في الشوارع، وبالفعل كانت ذروة حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية. لكن بدايه من اليوم وكلنا مستشعرين بدايه تحسن في الاحوال الجويه، حده الموجه قلت تماما، رغم ان احنا في اليوم في فرص سقوط امطار على المناطق الساحليه وبعض المناطق من محافظات الوجه البحري قد تمتد للقاهره الكبرى، لكن كلها فرص امطار اقل بكثير من اللي حصلت بالامس. اليوم الامطار فرصتها ما بين الخفيفه الى المتوسطه على سواحلنا الشماليه الشرقيه زي بورسعيد، دمياط، رفح، العريش، بعض المناطق كمان من مدن القناه، شمال ووسط سيناء، بعض المناطق من شمال الوجه البحري، بأمطار خفيفة متوسطة. اليوم بتكون على فترات متقطعة، وهنلاحظها كمان في أماكن والأماكن الأخرى لأ، بعض المناطق الأمطار أيضا هتمتد لبعض المناطق من القاهرة الكبرى، بعض المناطق من سواحلنا الغربية، بعض المناطق كمان من محافظات شمال الصعيد، لكن أيضا فرص أمطار خفيفة جدا غير مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة اليومية، ومع تقدم ساعات النهار فرص وكميات الأمطار واحتمالية سقوط الأمطار بتكون أقل. فنطمن كل السادة المشاهدين، بالإضافة كمان رغم إن احنا طبعا بنسحب سقوط أمطار لكن ما فيش انخفاض في درجات الحرارة، تعتبر درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية، العظمى على القاهرة الكبرى بتتراوح ما بين 27 و 26 درجة مئوية، في زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، لأن بيستخدم الموجودة في السماء بتبقى أشعة متقطعة بتحبس جزء من أشعة الشمس، وبالتالي لسه في تأثير لأشعة الشمس خلال فترات النهار، إحساسنا بالطقس من معتدل الحرارة إلى مائل للحرارة على أغلب المناطق الشمالية خلال فترة النهار، خلال فترات الليل أجواء بتكون أجواء مائلة للبرودة خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر. إن شاء الله غدا هنشهد مزيد من التحسن في الأحوال الجوية، استقرار في الأحوال الجوية، فرص الأمطار هتمتد لبعض المناطق من سواحلنا الشمالية، لكن كلها أمطار خفيفة غير مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة اليومية. طيب دكتور منار، انا هاخد من كلام حضرتك انه الفتره دي في لسه الجو مشمس وفي تاثير جيد للشمس. امبارح لما كان في امطار غزيره، خصوصا ان الشتاء قدامه حوالي 55 يوم، هل حضرتك تتوقعي ان الشتاء القادم سيشهد سقوط غزير للامطار؟ هو طبعا في ظل التغيرات المناخيه اللي بيشهدها العالم كله بيشهدها جمهوريه مصر العربيه، بدانا نعتاد على عنف الظواهر الجويه خاصه في حالات عدم الاستقرار في الاحوال الجويه، وارد جدا يحصل سقوط الامطار الغزير بشكل كبير، لكن احنا ما نقدرش نحكم على فصل من خلال فصل اخر، الفصول الجويه غير مرتبطه ببعضها تماما، كل فصل بيبقى ليه خصائصه وليه توزيعاته الضغطيه، لكن الاكيد ان اكيد هيحصل تغيرات جويه حاده وسريعه، ظواهر جويه عنيفه بدانا نعتاد عليها فصل الخريف او حتى فصل الشتاء. طيب هل في نصايح دكتور منار تقدري حضرتك توجهيها للمواطنين، خاصة أولياء الأمور اللي بيوجهوا أولادهم للمدارس خلال يعني الفترة اللي بتشهد تقلب في المناخ وسقوط أمطار، يعني بداية فصل الشتاء؟ بالفعل احنا بالفعل لسه ما بدأناش فصل الشتاء، فلازم لسه نحافظ على الملابس الخريفيه مش ملابس شتويه خاصه فترات الليل المتاخره والصباح الباكر. مهم كمان ان احنا لازم نتابع النشرات الجويه بصوره يوميه، لان الخريف دايما معروف بالتقلبات الجويه الحاده والسريعه والتغير الكبير في خرائط الطقس من يوم للتاني. طب خليني اسال حضرتك، الفتره دي بالذات مع التغيرات المناخيه يعني بعض الاشخاص بيتعرضوا لنزلات البرد،
ايه اللي ممكن نعمله عشان نتجنب نزلات البرد ونتجنب ان احنا يعني يجي لنا فتره من الامراض او الفيروسات، خاصه يعني خاصه مع تقلب المناخ الفتره دي؟ هو طبعا لازم نختار نوعيات الملابس بشكل جيد. احنا بنقول فترات النهار لسه الجو دافي، لكن فترات الليل بدأنا نشعر بالبرودة. تغيير نوعيات الملابس بشكل كبير وانتقلنا من الملابس الخريفية للملابس الثقيلة ده ممكن يصيبنا بنزلات البرد. فمهم جدا اختيار نوعية الملابس بشكل جيد مع درجات الحرارة اللي ممكن تأثر علينا خلال الأيام القادمة. دكتور منون غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل والمعلومات. شكرا يا شكرا جزيلا. ومشاهدينا، نهاية هذه التغطية، ومتواصلون مع حضراتكم بمزيد من التغطيات على تلفزيون اليوم السابع. أشكر لكم طيب المتابعة وفي أمان الله.